أكبر عملية ضم منذ الحرب العالمية الثانية. هذه التطورات بكل تأكيد لا تعطي انطباعاً بانفراج للأزمة، بل ربما بتجاوز حدودها نوعاً ما. وفي هذا الإطار، كيف ينسق الشركاء الغربيون وعلى رأسهم بريطانيا مع الولايات المتحدة لصياغة رد رادع لروسيا؟ نعم محمود، الشركاء الغربيون بدأوا في التحرك سواء من حيث التصريحات أو كذلك من حيث اللقاءات. حاليا هناك زيارة بدأت قبل قليل لرئيسة الوزراء الدنماركية، التقت من خلالها برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مقر رئاسة الحكومة البريطانية 10 داون ستريت. ردود الأفعال على ضم المناطق الأربعة من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي اعتبرته المملكة المتحدة وحلفاء كييف بأنه ضم غير قانوني كما سموه، واعتبروه بأنه تقدم واحتلال كما يصفوه من القوات الروسية، مطالبين بروسيا أن تتراجع عن خطواتها. لكن يبدو أنه عمليا على مستوى مجلس الأمن قد فشل حلفاء كييف في استصدار قرار من مجلس الأمن بعد استعمال روسيا لحق الفيتو، لكن كان هناك جس للنبض كبير جدا عندما الصين والهند امتنعا عن التصويت، مع العلم أنه ظهر هناك هذا القرار كأنه خنق روسيا في الزاوية. روسيا أنقذت نفسها باستعمال حق النقد الفيتو في إنقاذ نفسها من قرار مجلس الأمن. أمام هذه التغيرات هناك كذلك تعاون بدأ الآن في حماية البحر النرويجي، حيث هناك أنابيب النفط، نتحدث عن النرويج التي يوجد بها تقريبا أكثر من 90 حقل نفط، ما بين حقل النفط والغاز في النرويج، وقد تم تعاون للأمن البحري بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج لحماية الأنابيب النرويجية حتى لا يتكرر أو لا تتكرر عملية تفجير أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 التي تبادلت فيها موسكو وواشنطن الاتهامات. عمليا الأنظار تتجه إلى التعامل العسكري. التقارير البريطانية اليوم تقول كيف سيمكن التعامل الآن مع روسيا بعد أن ضمت 15% من الأراضي الأوكرانية، وهل ستكون الحرب خارج أراضي الضم أم أن ستكون داخل مناطق الضم؟ وإذا ما تمت محمود، وقد هدد الرئيس الروسي البارحة في كلمته عندما قال أنه لا يمكن القبول بالمس بالأراضي الروسية وأن الرد سيكون بجميع الوسائل، وختم كلمته بقال وقال وأنا لا أخادع أو أنا لا أمزح، بمعنى كان قد اتهم الغرب بالخداع. أمام هذا اعتبرت عديد وسائل الإعلام البريطانية أن بوتين بقوله أنه سيستعمل جميع الخيارات أن السلاح النووي يظل محتمل بشكل كبير جدا في حال انتقلت الحرب إلى الأراضي الروسية. الوصف هو محمود ما يتم الاختلاف عليه، بمعنى أن روسيا ترى أن المناطق التي ضمتها أراضي روسية، الغرب والناتو يراها أراضي أوكرانية ويعتبر أن ذلك احتلال وأن عملية الضم غير قانونية. نعم محمد، وبالتالي على الغرب بشكل أكثر إلحاحا في هذه المرحلة أن يضع تهديدات بوتين قيد الاعتبار ويأخذها على محمل الجد. أكتفي معك محمد، دعني أنتقل مباشرة إلى باريس وماريا مصارع من هناك. إذن ماريا، متفق عليه ربما بشكل قاطع بأنه العقوبات التي فرضت أو المخطط لها أن تفرض على روسيا لن تأتي بنتيجة فورية على روسيا ترداها عن ما تقوم به، وبالتالي ماذا عن الخيارات الأخرى طالما انطلقت مسارات الحوار والدبلوماسية من فرنسا إلى موسكو؟ وهل هي خيارات تصعيدية أم دبلوماسية؟ نعم، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تكررت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها وأكد بأن أوروبا ليست في حرب أو عملية عسكرية مباشرة مع روسيا ولا تريد
فرنسا أن تدخل في هذه الحرب بشكل مباشر، وإنما جميع التصريحات السياسية تصب في إطار واحد وهو دعم دولة تتعرض وحدة أراضيها وسيادة هذه الأراضي لغزو عسكري من روسيا. يعني هذه التصريحات بمجملها تعبر عن السياسة الفرنسية تجاه هذا الأمر. في فرنسا يتم الحديث حاليا وفق بيان الإليزي الذي صدر في أول رد رسمي على إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي لضم 4 مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي، قالوا بأن فرنسا تؤيد دعم المزيد من العقوبات الأوروبية على روسيا وعلى عدد من المسؤولين في الخارج والداخل ممن يدعمون هذه العملية العسكرية، أي أن الخيار الأول هو المزيد من العقوبات على موسكو، الخيار الثاني هو التوجه إلى الأمم المتحدة عوضا عن مجلس الأمن وعوضا عن العائق المستمر وهو الفيتو، التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل أيضا الحصول على إدانة جماعية من الدول المنضوية تحت عضوية الأمم المتحدة من أجل إدانة هذا الإعلان والالتزام الدولي بمعايير القانون الدولي والاعتراف بحدود أوكرانيا المتفق عليها في الأمم المتحدة. فرنسا طبعا أدانت بشكل كبير هذا الإعلان وأيضا تسعى لدعم أوكرانيا. الحديث اليوم في التقارير الفرنسية هو أنه كيف سيتم دعم أوكرانيا عسكريا وحدود ذلك الدعم من أجل استعادة في الحقيقة الأراضي التي ضمتها موسكو، لأن فرنسا تعتبر بأن هذا الاستفتاء وهذا الإعلان زائف وغير قانوني وغير شرعي. وبالتالي الرئيس الفرنسي أكد بأن فرنسا سوف تستمر في دعم أوكرانيا إلى أن تستعيد وحدة أراضيها وسيادة هذه الأراضي، أي أن العملية ستستمر لوقت طويل. هذه الخيارات المطروحة حاليا، استمرار الدعم، فرض المزيد من العقوبات الغربية، والتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل قرارات ملزمة أكثر دوليا. أنتقل مباشرة ماريا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، مباشرة إلى برلين ويمان شواف من هناك. يمان، إذن حديث عن خطط يقودها البنتاغون الأمريكي لإنشاء مقر للقيادة العسكرية في ألمانيا لمساعدة أوكرانيا وإمدادها بالسلاح والعتاد والمساعدات، هل يعني ذلك بأنه انخراط ألماني مع الولايات المتحدة طبعا في مواجهة روسية في أوكرانيا بخلاف الموقف الأوروبي في باريس أو في لندن؟ الموقف الألماني لا يخرج بطبيعة الحال عن الموقف الأوروبي أو حتى موقف حلف شمال الأطلسي الناتو، وهذا كان واضح سواء من التصريحات التي صدرت من المستشار الألماني حتى قبل إعلان بوتين أمس ضم هذه الأراضي الأوكرانية إلى روسيا، وهذا دائما ما كان يؤكد عليه المستشار الألماني بأن الموقف الألماني لن يتغير حتى بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم هذه الأراضي إلى روسيا، وأن برلين ستتعامل مع هذه الأراضي على أنها أراضي أوكرانية محتلة. وهذا أيضا كان واضح بعد إعلان الرئيس الروسي بعد أن أصدرت مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا بطبيعة الحال بيان مفصل أدانت فيه هذه الخطوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعت إلى حشد دولي وموقف دولي موحد من ضد هذا الإجراء الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أيضا هذا الأمر سيكون محور نقاش خلال لقاء مرتقب يوم الاثنين المقبل بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنا في برلين. هذا الأمر، هذا اللقاء، الاجتماع الغير الرسمي هو عشاء عمل، سيتم فيه مناقشة العديد من النقاط، في مقدمة هذه النقاط بطبيعة الحال أزمة الطاقة في أوروبا وتداعيات ما حدث من استهداف لنورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، وأيضا التطورات الأخيرة في أوكرانيا وضم روسيا لأراضي أوكرانية والدعم الأوروبي لأوكرانيا. وسؤال هنا الأهم، وهذا بات يطرح منذ أمس، هل سيتغير موقف الرئيسان الزعيمان المستشار الألماني والرئيس الفرنسي الذي عرف عنهما بأنهما دائما ما كان يتركان باب الدبلوماسية مفتوحا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هل هذا الأمر سيبقى على ما هو عليه أم أن موقف الزعيمان سيتغير بعد هذا الاجتماع؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن ننتظر حتى نرى هذا اللقاء بينهما وما سيسفر عن هذا اللقاء.